اسم الكامل علي أنباشا، سن 22 سنة، مستوى الدراسي مستوى جامعي، ملاكم ينتمي إلى الجمعية الرياضية لنجم أنزا للملاكمة، وزن 49 كيلوغرام، فئة الكبار. رياضة الملاكمة هي مجاتش عن صدفة، بالعكس كانوا أحد الأقرباء ديالي أصلا كيترينو في رياضة الملاكمة، بحكم أن الأستاذ ديالي والأب الروحي ديالي عزيز وزو اللي كان أنا ذاك مدرب وحاليا مدرب ديالي، فأواخر ديال 2009 دخلت أنا والأخ ديالي الأصغر، دخلنا رياضة الملاكمة، الأخ ديالي ما استطيعش يكمل، بالعكس أنا عجبتني هذه الرياضة هذه بحكم أنها كتعلمك بزاف ديال الحوايج، أن يكون عندك هدف، يكون عندك واحد الثقة في النفس، أنك تقدر تحقق شي حوايج، ما كتبقاش مختصر على واحد الدوامة، وهذا الشيء اللي خلاني أنني نحب هذه الرياضة. باسم أوليباشا علي، بطل المغرب، كيعرف في لاصه تردو، الحمد لله. البدايه نصغ مزيان سكاتيني كاع الدري حرشن تبعين السيمانس يزايد كما المستويات صغ مزيان سنتا تبارك الله في لاصه تردو ربي لو كان يعيش بين كي الحمد لله لا غير الاتجاه للقريات ولا حتى الرياضه. الرياضه يبدا تمزيان دي عمر سي سني تنس دي حبات راسك راك تنين تسنات المسائل ما بين الرياضه هذه المسائل هذه اعرف المسائل هذني يفتوس الرياضه. مدرب نجم انزا الملاكمه بالنسبه للبطل علي والباشا يعني كتجربه اللي يعني كفتيه يعني وبطل المغرب للسنه الفارطه سنه 2019 يعني بالنسبه لعلي هذه البطوله هذه ما حدش عليها ان يعني كانت هناك يعني تجارب شاقة وكانت مر من واحدة عدة مراحل يعني انطلاقا من إقصائيات بطولة العصبة إلى نهائية يعني ربع نهائي ديال بطولة المغرب، فضلا عن أن بطل علي والباشا يعني كان التحق بنادي نجم أنزين ملاكمة يعني في عمر يعني ديال الفئة ديال الفتيان يعني قاضي وكان حاز على يعني بطولة الجنوب وفي نفس الوقت يعني خاض يعني عدة منازلات يعني في الملاكمة. أول مشاركة لي كانت فئة الفتيان كسعها 46 كيلوغرام، شاركت في العصبة الجهوية للساحل الجنوبي، تأهلت للنهائي لعصبة الساحل الجنوبي، انهزمت في ديك النزال وكانت أول مشاركة لي، خديت منها تجربة. عاودت المشاركة الثانية عاوتاني في فئة الشبان، كانت ديك الساعه متواجد في واحد المجموعه اللي كانت صعبه شويه، حتى اللي المركز الثاني في المجموعه اللي ما خوش لانني تاهل النهائي. من بعد انقطعت واحد العام على حساب البكالوريا ديالي، كنت جبت البكالوريا ديك الساعه. ابخي كانت المشاركه في فئه الامل في الوزن 49 كيلوغرام، ديك الساعه كانت عاوتاني اونطري مع عاوتاني واحده اخرى يعني الجديه، استطعت انا تكون تما جيت عاوتاني في اونطريو ماشي بحال السنوات اللي قبل. كان عندي هدف هنا فاش غادي يبان الاسم ديال علي والباشا، بحيث حيد ديك العقده ديال عصبه الساحل الجنوبي وفزت باللقب، تاهلت الربع النهائي اللي كانت مقابله بالنسبه لي زوينه بزاف، عطيت كل ما في جهدي لان كنا كونترينا عصبه الوسط، كانت امام اعين المدير التقني السيد منير بلبوشي اللي كنوجه التحيه من هذا المنبر هذا، اللي واخا انهزمت فيه ما هبطش يدي، بالعكس زدت خدمت، استمريت في التدريب، ما وقعتش عاوتاني في الفخ اللي كنت طحت فيه حيت انقطعت واحد العام. كملت في فئه الكبار، اول عام فئه الكبار كان عاوتاني اجواء وحده اخرى، عاوتاني استمريت التدريب، حققت عاوتاني عصبه الساحل، بطل عصبه الساحل الجنوبي، تاهلت الربع النهائي حيت عاوتاني العقده ديال الربع النهائي، تاهلت النصف النهائي ديال بطولات المغرب، حققت النحاسيه نهزمت في النصف النهائي، كانت واحد الاستمراريه بين النحاسيه لبطولات المغرب اللي حققت. الرياضه التدريب نسائي عرفت لازم تحافظ على الوقت التدريب نتا
هذا يسكر الزياده نتا داير باش درتي على المستوى مقر وكان الا كيسال كفاح دي حبه اي الكم يعني المستوى غير الرياضه وفعلا كرك الزراغ تيميتير انا زريقت نقيس شو ما نقيس راكي هذه سكر التدريب وحتى الاوقات الفارغه يعني في كيت الوقت باش درسي لي يا النفس لان النفس ديال البريسينغ يعني الدرس الثقه النفس ديال خفنس والخير انت ربي سبحانه وتعالى يوفقت يشارك من البطولة الجهوية الجنوب والحمد لله هاي التوفاق هاي التوفاق هاي التوفاق اللي توفق ربي سبحانه وتعالى والحمد لله اختذ البطولة اللي لكم غير البداية اشكو هادو كانت لكم تاني المستوى عطيت لكم ترخى ولكن باش فلاس تحافظ إيرا يا المجهود يا كوتن وكان الحمد لله انت المسائل اللي لسلكام يا الملاكم باش اي الكميه المستوى انت المسائل اللي انت قيس اش كنت بدون انت لقت الرياضه عارف فوق تيمي يازل في الاواخر ديال 2009 دخلت للرياضه الملاكمه اللي كانت الام ديالي الله يخليها ليا هي السبب الاول انني جيت لهذه الرياضه هذه بعد كما قلت انني داتني هي الاخ الاصغر ديالي اللي ما استطاعش انه يكمل في الاول بغيت هذه الرياضه ولكن ان الوالدين ديالي ركزوا لي بزاف على القرايه ديالي يعني الاشعاع ديال علي اولي باشا ما ظهرش الا من بعد الحصول ديالو على البكالوريا عاد ظهر علي اولي باشا بالنسبه للوالدين ديالي ديما اصلا كما قلت انا ركزوا لي بزاف على القرايه ديالي حاولوا ديما انهم بعد مرات كيقولك لا خاص القرايه ديالك هي الاولى والحمد لله انا تبعت النصائح ومع ذلك حتى المدرب ديالي حتى هو اللي ما بخلش عليا بالنصائح اللي حتى هو نيت كان ديما كيوصلني على القرايه ان الرياضه ديالك هوايه وتبع القرايه ديالك فعلا الحمد لله استطعت انني نحرز على البكالوريا في العلوم وتبعت المستوى ديال في الجامعه وكنمارس الرياضه والحمد لله استطعت انني نوفق بيناتهم. كان مسار يعني ديال علي كان مسار يعني كتجربه وفي نفس الوقت كان لح على جميع المنخرطين سواء الفئه ديال الصغرى انهم يعني ياخذوا علي كقدوه لهم وانا كتجربه ديال النادي والحمد لله بالنسبه يعني بالنسبه للاخلاق يعني الحمد لله من اسباب الاخلاق ديالو يعني رياضيه وكيحترم يعني مواقيت ومواعيد ديال التدريب يعني كنلقاه ديما هو اللي كيجي بين الدراري يعني كيلتحق بالوقت ديال التدريب كيحترم الاوقات والشيء اللي كنعاود نلح عليه ان الدراري حتى هما يحاولوا يعني يكونوا ديسيبلينين يعني في التدريب ديالهم وبالنسبه لاي واحد عنده شي طموح يعني وشي هدف انه غادي يحققه ولكن خاصو انه يستمر ويصبر ونتمنى ليه ان شاء الله التوفيق والعام ان شاء الله راه عنده يعني طموح ديالو انه يعاود يحقق انجاز وطني والحصول على بطوله وطنيه ولكن في نفس الوقت يعني بطوله وطنيه ما كتجيش عن عبث يعني لازم على الملاكم ان تكون عنده يعني واحد الهدف والاستمراريه ويتبع التعليمات يعني اللي كنعطيوهم باش انه يوصل ويحقق اي انجاز يعني على اي ملاكم يتبع التعليمات ديال المدرب ديالو يعني التدريب في الاوقات وحاول ينعس في الوقت ديالو وفي نفس الوقت كنعاودو نقولو بان الدراسه ورياضه يعني ما يمكنش الواحد انه يتجه لواحد الرياضه ضروري يجمع بين الدراسه والرياضه. الجامعه الملكيه المغربيه لاحت واحد لاليس ديال اقوى ثمان ملاكم اللي غادي ينازلوا على بطوله المغرب للنخبه ايليت كنت من ضمن المشاركين في تلك البطوله في الربع النهائي نازلت مع الملاكم ديال عصبه الوسط فزت في الربع النهائي تاهلت نصف النهائي نصف النهائي والنهائي اللي كانت منظمه بالجديده حيت في نصف النهائي اللي كان على الورق الملاكم المراكشي اللي كان غادي يفوز عليا بحيث التجربه وفريق السن اللي بيني وبينه هذا ما زاد لي عزيمه واصرار وبتعليمات المدرب ديالي اللي كنعتبره الاب الروحي ديالي والاخ الكبير ديالي اللي زودني بتعليمات وكذلك التدريب اللي كانت على طول السنه تدريب لا من حيث الفيزيكمون لا من حيث المغال المهم
كان عندي واحد التحدي على انني نبين الذات ديالي، انني نجاوب دوك الناس اللي قالوا لي ان البطولات هذه اللي حققت الانجازات عباره عن صدفه، عباره عن حظ. بالعكس حتى حاجه ما كتجي صدفه، بالعكس كتجيب التدريب، كتجيب لونطريما، وكتجيب الاستماع للتعليمات ديال المدرب ديالك والاحترام للمدرب ديالك. الحمد لله فزت في المقابله ديال نصف النهائي اللي كان هو ملاكم وصيف بطل المغرب انذاك السنه الفارطه. في النهائي عندي واحد التحدي لانني واجهت ملاكم اللي هو بطل المغرب السنه الفارطه، ونفس الملاكم اللي فاز عليا في النصف النهائي في بطوله المغرب اللي تنظمت في مراكش. كان عندي واحد التحدي على انه اخر ما الكلمات اللي قال لي المدرب ديالي، قال لي بلي انا اليوم ماشي كمدرب ديالك، ماشي كمعالج، انا اليوم كمتفرج على انني كونت واحد البطل وكنتسنى منه واحد النتيجه. الحمد لله لعبت لكل الكل وجاب الله التيسير وجبت بطل المغرب الحمد لله. الكارستين غاودي غير تيغرينك، هانتي غرينك الرياضة فولكي، العقل السليم في الجسم السليم. الرياضة فولكي راك تبعت من كان الحوايج السلبيه راك نقيس تبعات، راك تنظمت وقتك، راك تنظم ما بين الوقت من الرياضه، ما بين الوقت نص تغري، ما بين الوقت حتى غير نص المحل، يعني وراك تتفاهلي تفوغ علي تلين يعني الحمد لله خير بسم الله. وراك كيشرح بنادم يعني وحبا تمدنحوا بعض الاصدقاء حتى فرح ناس اللي غير كيما فرح ناس للاصدقاء، فرح ناس طوانزه ولا يتم زيرت نس يعني كله وليتي السن فرح ناس الحمد لله. تركنا الفرح الفرحة اللي فرحنا ويت نحب وت الحمد لله. وكان الانسان هذو كان يما باش هي الكميه اللي هاد الحاجه عاتي بورا تضيع هذو كانت سكرت الاسباب عرفت سكرت الرياضه عرفت سكرت المسائل اللي راكي اللي سيرت لكم ديال المستوى عاتي بصح راك كيوفق قالت لك المستوى كي نس كله وفقنا ولي زرينين عرفت بدوز صغيميك قالت لك نبدا كي كان. بعد الحصول ديالي على بطولات المغرب كان الاحساس زوين بزاف على انك دونت الاسم ديالك في التاريخ ديالي انا اصلا اولا بصفه خاصه وبالتاريخ ديال الجمعيه نجم انزا للملاكمه. الحمد لله بعد المجيء ديالي لاكادير كان استقبال المجلس الجماعي لاكادير بحيث انا والمدرب ديالي اللي ما قلناش على ان خلينا الفرحه جانبا وركزنا على كاس العرش اللي لعبت فيه. فمباشره بعد بطوله المغرب نزلت في كاس العرش في الدار البيضاء اللي استقبلتنا العصبه الشاويه الف للملاكمه. كان عندي الخصم ماشي بالسهل من البرنوصي اللي استطاع لي يفوز عليه في النصف النهائي. نزلت ملاكم من العيار الثقيل من الجيش الملكي واخا انه ما عنديش عليه درايه بزاف، تفرجت في الفيديوهات ديالو شفت مكامن القوه ديالو مكامن الضعف ديالو. نزلت فزت ديك المقابله وتاهلت النهائي اللي تنظم في خريبكه على سميتو، ولكن في النهائي انهزمت فيه. هو كيدخلوا بعض الاسباب ولكن انما ماشي كنحطوا الاعذار. داكشي عادي في الملاكمة كاين الفوز وكاين الهزيمة. مباشرة بعد المجيء ديالي من خريبكة استقبلني الوالي وهذه التفاتة معنوية بالنسبة لي وشرف لي كبير على أن والي جهة سماسة السيد أحمد حجي استقبلني استقبال على أنه التفاتة لي بالنسبة لي أنا شخصيا. من بعدها كانوا حفلات تنظمت في أنزا اللي كنت من المكرمين وكذلك التكريم اللي كرمني في المجلس الجماعي لأكادير حتى هي التفاتة بالنسبة لي معنوية بزاف. كذلك هناك اتصالات من البلاد ديالي من تمازير إداو محمود تاجلة إداو محمود اللي كان هناك مكالمات هاتفية من رئيس جماعتي من ميس في إداو محمود. والحمد لله نرضى في الناس يعني كنين قلت لي تنزراري اري سكان الملاكمه الناس راه كيعاون ربي. المهم قال الهدف دير راسك اشكو دورت سكرت ادور تغلب ديال الجانب في الجانب يضني يخت لا طلع دير راسها تي الرياضه هاتي الحمد لله بخير حتى يبكى رجس تهنت
ارتيستانت الانحراف وراه درس لي كلهم بني التابعه للرياضه وراه درس لي الحين الانحراف التقانبي خير اشكو تاع العقل السناري تقدا تاع الوقت نسري تنظام اليس كان الوقت نتغري الوقت الرياضه الوقت المشاركه تاع المباريات اللي سيفتو راه صد حضر كي المباريات وكان كي مع العاطفه التيران كاين انتصر وكان الانتصار ما غيتلي على حسب الرياضه كي على حسب الاستعداد على حسب التقانس وكان الحمد لله حتى المدرب نسعى عزيزي كاي ورياسي فوركين يعني تنتا ريسيت بدادي قال الانسان الاخر خمس فوركين الحمد لله ورياس زرغا على خير وحتى ناتي تعاوني على خير الحمد لله وكان الخير هذا اي واحد اما باش لك ميال المستوى هذه رات تلك وكان يغور تريسيات لك ديال المستوى تورات لك الحمد لله حتى انا سنريد باش اي استمر الرياضه ولكن انت صافي صلاتي غرين في لاسير دو ربي الحمد لله نرضى في كل فلات سن الاصل ديالي كان افتخر به بعد المشي ديالي للبلاد ديالي استقبلوني باحواش اللي معروفين هو بالتقاليد ديالهم باحواش تيسكاوين الحمد لله هو ما كيزيد الا نزيد نعطي ونزيد نشرف مدينه اكادير ونزيد نشرف انزا ما هي الا نقطه بدايه وان شاء الله مازال خير القدام ان شاء الله اولا الطموح ديالي انني نعاود ندخل عاوتاني للغمار ديال 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 المنافسه ونجيب عاوتاني بطل المغرب ان شاء الله لما لا ولما لا عاوتاني تتم المنادات عليا في المنتخب الوطني واللي غادي نمثل ان شاء الله احسن تمثيل وكل عزيمه واصرار وكذلك انا في المستقبل ديالي انني كنطمح انني نكمل في هذه الرياضه هذه كما استفدت انا من المدرب ديالي نزيد نعطي الناس اخرين واللي غيجيو من بعد علي والباشا لان الرياضه مستمره وكما انا استفدت علاش لا يستبدوا ناس اخرين بالنسبه للدراري اللي طالعين وانني كنصحهم انهم يمارسوا الرياضه ماشي بالضروره الملاكمه وعطى الله الرياضات ولكن انهم يركزوا بزاف على القرايه ويوفقوا بين القرايه والرياضه ديالهم حيت الا من غير الرياضه بزاف أبار انه الالقاب انا كتعلمك بزاف ديال الحوايج انك بدا اصلا كتكسب الصحه ديالك هي اول حاجه والحمد لله الرياضه الملاكمه عطاتني بزاف ماشي غير شويه واخا نزيد نهضر ما يقدنيش الوقت كيفاش نعبر لك الحب ديالي لهذه الرياضه هذه